14 من حزيران 2010. مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم. المركز الوطني للإعلام يحييكم. هذه نشرة إخبارية نقدمها لكم عبر القناة الحكومية. كشف المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد أن التحقيقات المتعلقة بالعملية الفاشلة التي حاولت عصابة إرهابية تنفيذها في مبنى البنك المركزي العراقي أمس الأحد أفضت إلى أن المعتدين كانوا يرتدون الزي العسكري. اللواء قاسم عطا قال للقناة الحكومية إن آخر تطورات التحقيقات أثبتت أن أحد أفراد العصابة الإرهابية التي حاولت اقتحام البنك كان يحمل رتبة نقيب، يرافقه شخص يحمل رتبة ملازم أول وثالث يحمل رتبة ملازم، فيما ارتدى باقي أفراد العصابة زي الجنود. وأشار إلى أن خبراء الأدلة الجنائية والمتفجرات يعملون منذ يوم أمس الأحد على إعداد التقارير الخاصة بنوعية المتفجرات المستخدمة ورفع البصمات من موقع الاعتداء وتحديد الهويات والأمور الثبوتية الخاصة بالمهاجمين. إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن الحصيلة النهائية لعدد ضحايا الاعتداء الذي طال مبنى البنك العراقي المركزي في شارع الرشيد أمس الأحد هي 18 شهيدا و55 جريحا. وأشار عطاء إلى أن حصيلة الشهداء تشمل 2 من رجال الدفاع المدني و3 من رجال حماية المنشآت، في حين تشمل حصيلة الشهداء 6 جرحى من رجال الدفاع المدني و13 جريحا من رجال FBS و5 عسكريين بينهم آمر لواء قاد عملية تطهير البنك من عناصر العصابة التي هاجمت. قررت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية شمول معامل الصناعات العلفية كافة بالقروض الميسرة لصناديق المبادرة الزراعية. وقال مدير عام المصرف الزراعي محمد هادي الخفاجي للقناة الحكومية إنه تم توجيه الفروع والمكاتب المنتشرة في بغداد والمحافظات لترويج معاملات قروض إنشاء معامل العلف. وأضاف الخفاجي أن مبلغ القرض سوف يحدد وفق حجم وإنتاجية المشروع ودراسة الجدوى المقدمة والمنشأ. يذكر أن المصرف الزراعي يمنح القروض في إطار المبادرة الزراعية بدون فائدة وبنسبة مساهمة تتراوح من 70% إلى 100% من قيمة المشروع. حققت دائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل إيرادات من مجموع الفوائد للودائع الثابتة لشهر آيار الماضي بلغت 651 مليونا و835 ألف دينار. وقال مدير عام الدائرة للقناة الحكومية أن الدائرة حسمت 89 دعوى خاصة للقاصرين. وأضاف أن وحدات البحث الاجتماعي في مديريات رعاية القاصرين في بغداد والمحافظات قامت بإجراء زيارات ميدانية للقاصرين لمتابعة أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومدى تحقق مصلحتهم من موضوع الطلب المقدم، حيث بلغ عدد الزيارات لشهر آيار 168 زيارة، وبلغ عدد البحوث المكتبية 458 بحثا. مشاهدين الأكارم، نشرتنا انتهت. المزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الأنترنت www.nmc.gov.iq. شكرا لحسن متابعتكم ونلتقيكم.